ازيك يا جماعة عاملين ايه؟ ولازم الفيديو هنشوف بقى ازاي تشغل اي نسخة من ويندوز على اي فلاشة عن طريق البرنامج اللي هو زوزو أبس. ده فيديو صغير كده ربع ساعة بس عشان تلاقوا فيه نبذة عن ده. تفتح فلاشة طبعا انا افتح بص اللي هو ملف الاستعراض على طول. ماشي، عندكوا ويندوز 10 أو ويندوز 7 أو ويندوز 8، اختار أي ويندوز من تحت عشان أحرك التفاصيل. تمام، طبعا ده التصميم القديم، التصميم الجديد فيها لسه قليل التطوير، وده حتى اللوجو القديم بتاع اليمين، اللوجو القديم بتاع الجديد، دي كده، الديزاين القديم بتاعه لسه. ديزاين جديد بتاع السابقة للتطبيق. دلوقتي هنخش على ويندوز. في ويندوز 93، ويندوز 95، ويندوز دول اونلاين يعني. يعني ما مش داخلين من البرنامج اللي بتحب ويندوز اكس بي، اطلع دول كوبست مان. يقول لك هل البرنامج اللي هو طبيعي ميل ورك ستيشن ستاشر باير موجود مثبت؟ أنا مثبت. لو دوست لأ هيعملك ستوب، لو دوست اه افتحه لك على طول. هو ده بيقفل نسخة البرنامج عشان ما يضغطش الجهاز. لكن هو مش طبعا الدرجة في اوكي وهكذا. تمزون تمزون بالنسبة لصغر حجم الشاشة دي على الكوزات العربية. لك أن نكبر الشاشة من الجسم من الكوزات من الأحيان سيتم بذات الشاشة من الصراحة من جرد الأبقين كده أكبر الكوزات نكبر الجنين. في كل الخدمات اللي انت تسيبه وكل الخدمات اللي ممكن أسميت شيء. طبعا هنا في السيزون شايف في 100 جيجا، طبعا الجنات تبقى 4 جيجا مش عارف ممكن تسيبه التاني مش بالتاني سنين. لا مش عارف تجيب صح. طبعا النسخة لو عملتها بالثالثة بتكون عادي جدا. طبعا انا هشرح لكم ازاي القناه التانية زي زوزو ابس ازاي تخلوا الفلاشات تشتغل عليه والبرمجه ازاي تتطبع عليه وبالتفاصيل كل حاجه بالتفاصيل. لازم نشوف فتح في السيف السيتنج اللي عاملينه عليه اللي هو المقاس والكلام كله بقيت الشاشة كله الكلام ده كله. ودلوقتي حتى الكيبورد دلوقتي شغال ايه على ويندوز الجديد اللي هو الاكس بي ده. عايز ترجع اللي هو الويندوز يعني الكيبورد يشتغل على ويندوز العادي تضغط زرار سي تي او ال ده بس كاتبل ار كده بقى شغال على ويندوز التاني. تمام، ده بالنسبة لويندوز اكس بي. وهندخل بقى على ويندوز 7. دلوقتي بيقول لك ان هو دلوقتي مفيش نسخة شغالة، فدوس اوكي يعني اوتوماتيك وقتها الايه اللي دلوقتي هنفتح ويندوز ابس تاني.
ده طبعا الجزء القديم بتاعه لسه بيبتدي لسه قاعدة التطوير. نقدر تنجز 7 طبعا ايش وضع في نفس الحوار المقبل بالشكل نقدر انا عارف كنت تدوس انت بويتا طبعا هو بيختلف من صورة جهاز لجهاز، النص الشغل ازاي او وقت قد ايه وادائها بيبقى عامل ازاي، طبعا بيختلف من جهاز لجهاز. هو هنا بيقولك إن هو الأكسس والكنترول، عايزين بس نظبط قياس الشاشة، ممكن أنت تشوف الشاشة وعرفت هذا الشيء الجديد. نخش على الكمبيوتر نشوف من الفيديو أربعة جنيه نشوف الكلاس من أربعة معرفة من الألغوريثم ده كان مثلا بس من شخص من أبسل الحق وقتها أنا بقى عن غير الأبسل وغير الأبسل مثلا بقى عندك أبديت بس هتكبر حجم الدنيا بس لسه عامل أبديت مثلا مش خدمة كل كده وندخل في ويندوز 8 ويندوز 10 بتقول لك مفيش نسخة فهتبقى شكلها عالي جدا طبعا السرعة تقل من 60 تمام كده ونصور
فانجس ايه حاجات اللي هي اتعودنا عليها، بس ظبط ايه في الشاشة. مش عمليات التليفون ايه ايه بوينت 1 طبعا هشرح لكم طبعا فيديو ونثبت البروجرام بيكون مستوى بظبطها عشان تبقى مستخدم بأداء أعلى وكل حاجة تبقى أبديت لسه دلوقتي يعني نسخة دي أو مستخدم أو مش هتبقى ناقصة. تمام كده بنشوفه شوفوا إذا أو فيش أي مشاكل، طبعا ده بيختلف من جهة لجهة طبعا، حسب مالك بتاعك، حسب جهة المعدة بصراحة هو المكتب بتاعه هو أكيد مختلف، ده رأيي الشخصي، ده كان بالنسبة لويندوز إيه. بقى هفتح لكم نسخة من السريع إن شاء الله. الجهاز عندي مش هتتعرف عليه
آسف على التأخير. هو تمام، الفيديو جاي هنزل لكم بعد التظبيط الأبديت دهون، وكون صلحته خطأ الإيرور الموجود في ويندوز 10. هشوفكم الفيديو الجاي، متنسوش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشوفكم الفيديو الجاي. سلام.